بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاء قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهل
أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكذبوا
والمنكر
ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا
فإياي فاعبدون.